السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد للجزائرية للأجهزة المفتوحة المصدر، الذي سيكون الأول من سلسلة سنخصصها لمشروع أردناه أن يكون مميز، حيث سنقوم بصنع ساعة خاصة بشهر رمضان المبارك باستعمال الأردوينو، ونريد أن يكون هذا المشروع تفاعلي مع متتبعينا. كيف ذلك؟ سوف نقوم في هذا الفيديو بوضع القاعدة للمشروع، أي المكونات الأساسية والهيكل المبدئي للبرنامج الأردوينو. بعد ذلك سوف نطلب منكم إثراء المشروع باقتراحاتكم حول ما يجب أن نضيفه لهذه الساعة من وظائف، وسوف نحاول قدر الإمكان أن ندمجها في برنامج الساعة الرمضانية، وأن ننتج فيديو كل أسبوع من هذا الشهر الكريم نظهر فيه تطور المشروع. كما سبق وأن ذكرنا، سوف نقوم في هذا الفيديو بوضع قاعدة للمشروع. فمن جانب الأجهزة المستعملة، فإن مشروعنا يتكون من لوحة أردوينو أونو، شاشة عرض أدافروت 2.8 إنش TFT، RTC لـ Real Time Clock وهو المكون الذي سيعطينا الوقت بدقة، ونضيف أيضا بزر للتنبيه. إذا كان بحوزتكم لوحة أردوينو تحتوي على RTC، لا داعي لاستعمال RTC DS1307. فعلى سبيل المثال يمكنكم استعمال أردوينو 101 أو الأردوينو 0. والآن نجمع المكونات. فيما يخص البرنامج فلن نتكلم عليه كثيرا في هذا الفيديو، لكن سنتطرق له بالتدقيق في الفيديوهات المقبلة. في كل حال يمكنكم تحميل البرنامج مباشرة من حسابنا على الجيت هاب، سوف تجدون الرابط في وصف هذا الفيديو. لنرى الآن كيفية عمل هذا البرنامج على الأردوينو. وكما تشاهدون فإن المهمة الوحيدة لهذا البرنامج هي إظهار الساعة، تاريخ اليوم، وكذلك التنبيه بوقت الإفطار. يمكنكم أيضا إيجاد برنامج آخر خاص بالأردوينو 101 داخل الجيت هاب. والآن نشاهد كيفية عمل البرنامج الخاص بالأردوينو 101. نكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، ونحن في انتظار اقتراحاتكم حول الوظائف التي ندمجها في مشروع ساعتنا الرمضانية، حيث يمكنكم التواصل معنا وطرح اقتراحاتكم عبر قناتنا في اليوتيوب أو باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك أو تويتر. وفي الأخير ما علي إلا أن أقول لكم صياما مقبول وسلام.